بصوا يا جدعان، صالح نايم، سيبك هند نايمه، مكه حسن. بصوا يا جدعان، ثانيه لوبي، خلي الباب مفتوح، خليه مفتوح قوي، ماشي. يومنا جميل مع حموده طبعا. طبعا الميس اتصلت بيك قالت لي كده، صالح الصبح رايح المدرسه. يلا قوم يا لوبيت، يلا زلمة انت، يلا بس يا لو حياة بس 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 لوبيت لوبيت قبليها يلا حياة تهديها حط يلا زلمة طبعا احنا نازلين نستقبله صالح. جبنا مين؟ طبعا الله يخليك زكا حاج، عامل ايه يا حياه؟ اصاله اصاله، اوه حياه شافت اصاله دي، احط دي احط، جابت لها لعبه جدعه والله العظيم. تعال يلا حياه، تعال استقبلي صالح يلا. اوه طبعا الحاج صالح نايم. ثواني يا ميس، ثواني يا ميس بقيت لك كده. ايش اتفضل. بصوا يا جدعان، صالح نايم، هند نايمه، مكه حسن. بصوا يا جدعان، هند ثانيه لوبي، هند ماما فين؟ خش يا سلمى، تعالى خش يا سلمى. ايه ده بس؟ شكرا يا حاج، شكرا يا مين؟ صالح الحمد لله على السلامة. شكرا يا مين، شكرا يا حاج. حياة يا صلوحة، عامل ايه؟ دي حطني، دي حياة حطني يلا. ايه اللي حصل يا سلمى؟ خد يا مكة، عاوزك تعالي. بصي ايه القمر ده؟ بصي يا النضة، النهاردة كنت عسل. ايه عاملة ايه؟ ايه؟ احنا وهند وصالح. خد يا سلمى، جبنا هدوم. هدوم ايه جديدة؟ بجد؟ انت عملتي، خد يا حياة تعالي، تعالي انتوا كلكم هنا. عملتوا في المدرسة؟ تعالي يا حياة. حياة عملتوا في المدرسة النهاردة يا حياة؟ قعدنا ذاكرنا وعملنا. استني استني، عملتي ايه؟ قعدنا ذاكرنا ورسمنا وكده. مدرسة حلوة؟ وطبعا رسمت علم السعودية ومصر وفلسطين وكده. بجد والله؟ جدع. أصالة روحتي المدرسة؟ صالح عملت ايه المدرسه النهارده؟ عملت ايه المدرسه؟ ثواني كل واحد يقول. صالح عملت ايه المدرسه؟ صالح انا قلت الواجب، بعد كده احنا طلعنا كارت. اخدت ايه طب النهارده؟ صح، وانت ثواني ثواني، اخدت حرف ايه؟ سي. سي ايه؟ السي ده بيقول ايه وايه بقى؟ في ايه؟ كات. كاب. اقف خليك راجل، انت بتقف تكلم راجل، قول. يا مكة اخدت ايه النهارده في المدرسة؟ خدت سجلنا وخدنا، جبنا ايه؟ ذاكرنا. ثواني، خدنا كمان، خدنا حصاد. ايه؟ ايه مكة؟ ايه؟ مش عارف. ابل. وايه تاني؟ كمان خدنا كاح. يا جدع. جدع يا مكة. وخدنا ده بتزيد مسامح. صالح انت خدت كات ولا ما خدتش كات؟ كات. يعني ايه كات؟ كات جدع. هند خدت النهارده في المدرسه بقى اللي كانت نايمه؟ خدت ايه؟ كتاب. اخدت الكتاب. عندك حياة ثانية، حياة استني عشان بصور. يا هند النهارده؟ خدت ايه النهارده؟ ايه؟ رسمت يا حودة والله. هند ادي بص، اللي بحبك يا بابا. النهارده تروح المدرسه وهي، انا والله مش مصدقه اصلا اللي فيه. والله العظيم استنى، وعماله تهزر معايا، انا مستغربه اقول كده في ايه النهارده؟ كل يوم بتعيط. لا تعالى هنا، تعالى يا صالح. طبعا هند المدرسه حلوه، هند المدرسه حلوه جدع يا هنو. شويه كمان 10 دقايق بكره اجازه ولا قد المدرسه قطعت. هاتي يا حبيبي، يلا خد يا صالح حبيبي، يلا تاني على السلم. ايه يا صالح، ان شاء الله السنه الجايه تكوني في المدرسه. يلا حياتي بقى، مدرستي
يلا اطلعوا يا اطلعوا علا استنى خلكم كده عشان اقرا وانتوا ايه اطلعوا استنى لا يا علا علا قام خد لا يا صالح يلا يلا تعال يلا اتكلم هسالكم يلا كلكم انتوا طالعين يلا الحمد لله على السلامه ثواني 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 بس تعالوا اتفضلوا واحده واحده صالح خلينا نطلع بنيه وانتوا يا باكر يلا صالح خلينا خد الباص يلا ايوه ثواني خليك واقفين هنا طب تعالوا تعالوا يلا يا مكة يلا كوكا عاوزة حاجة؟ بيتكم فوق يا حبيبي مكة اطلعي يلا حبيبتي حياة بص حياة يا عم انت طالعة جدع حلو بحبك يا حياة الحمد لله على السلامة يا سلمى الله يسلمك كان يوم النهارده الله ايه ده؟ غزل يا كنت عاوز اجيب الحضن ده طبعا صالح شاف غزل حضنها شوف هند عليها ايه بقى هند 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 ايه اللي حصل بقى امبارح عيطت ليه على غزل اسمعي بقى يا غزل عيطت ليه بقى امبارح شفت الفيديو لما ضربتك فيه انت بتعيطي يا بابا يا غزل فقد الفيديو اللي انا ضربتك فيه وعيطتي بابا قعدت تعيطي شافته امبارح قعدت تعيط قعدت تعيط غزل ايه اللي حصل يا بنت انت يا بنت بنت يا هند غزل بتعيط الله 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 غزل ايه؟ ده عيبك يا هند هند ده عيبك ده عيبك ده عيبك ايه؟ ده عيبك بنت هند قولي قولي صالح ده مين؟ صالح ايه الله 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 ايه اسمها ايه دي يا هند؟ كات الله اكبر واو اسمها ايه دي يا هند؟ بص يا جماعه بلاش ايه؟ جدع يا اللي هدوكم في الاوضه عشان صالح عنده درس يا ابني نفسك يا حبيبي نفسك يا بابا غلط عليك غلط يا بابا بقك يا حبيبي بقك يا بابا يا صالح في ايه يا صالح لا يا صالح يا صالح لا يا صالح الحمد لله مفيش هوم ورك النهارده ايه سلمى طبعا اول حاجه بتعملها بتفتش ايوه خلاص بطل دي بص طب صالح جاي لا نمشي بوكس لا نمشي بوكس غزولة طبعا غزولة معلم عندك درس فين فين عند امي هنا يا صاحبي ماما انت عليا لا حاجة عليا اكلتي جدع جدع برافو عليكي طبعا يا جدعان صالح لا يقفلش ما تتكسرش اكتر منك عيب عيب فطيرة دي واحدة فطيرة يلا اسمها ايه الفطيرة الاغنية الجديدة بتاعتك اسمها ايه؟ مش انت ليه؟ مش انت الليلة عم يا عم عصيرين عملت فطيرة كبيرة كبيرة. انا بقولها ازاي بقى؟ عمو يا عمو. مش انت ليه؟ انا مش عمو يا عمو. انا عمو يا عمو. شفت انا حلوة ازاي؟ اسمي. اسمك يا هند اسمك. اسمي. الله هند.
هند الاول كنت اقول لها اسمك ايه؟ تقول لي هنوده، دلوقتي من ساعه ما راحت المدرسه اسمك ايه؟ اسمي هند. اسمك ايه؟ هند. الاول كنت اقول لها هند تقول لي لا انا اسميش هند انا اسمي هنوده. مركب تقول لي كيكا. كيكا؟ قولي لهم بقى الله. كيكا كيكا ده يا جماعه كريم صاحبهم في البار ان هندي يا جدعان اسمها هندي كيكا عشان كريم كيكا هندي ايه. كيكا لا مش كريم كيكا ولا حاجه يا جماعه هندي بنتنا مش ده بحد ماما بس لا غلط غلط يا هندي انت حمارة ولا ايه على الكسريه مش هخليك ترجعي معايا كمان تاني المدرسه هندي انزلي هندي عيب خليها مش هديها ميه معايا المدرسه يلا باي باي يلا باي باي عندنا يلا الواجبات وحاجات باي 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 با